متواصلين أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بانطلاقاتنا الصباحية في هذا اليوم أول أيام هذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى. نتابع وإياكم في هذه اللحظات، هنا نشاهد وإياكم انطلاقة هذا السن وسن الحقائق. هنا المنافسة نتابعها في شوطنا السابع في مجمل الأشواط، وجائزة هذا الشوط سيارة نقدية مقدمة للفائز بالمركز الأول. وننطلق هنا مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. نشاهد هنا في هذه اللحظات العنود بشعار بن عمارة، بشعار عبد المحسن بن طالب بن عمارة المري مع المركز الأول. ومع المركز الأول هنا بن عمارة المركز الثاني، نشوف هماليل لمحمد بالخزع بن محمد بالقرين العامري على المركز الثاني في هذه اللحظات، تندفع مع المركز الثاني بهذا الشعار. المركز الثالث نشوف اللي على المركز الثالث اللي هي الشهامة مهنا بن محمد بن ضابط الضابط الدوسري أهل الخريب. المركز الرابع نشوف حضور فهد بن سعيد بن محمد آل بو سعيد الخيارين على المركز الرابع. المركز الخامس يا سلام، مقادير سعد بن سعود بن حمود الشافي على المركز الخامس. هذه النتيجة الخمس المراكز الأولى، ونشوف الكم الهائل هنا مع هذه اللقطات. شوفوا الكادر التحتي هنا في هذه اللحظات باندفاعة هذه الشعارات والأسماء منطلقة. يا سلام العودة إلى بن عمارة، انتصفت المسافة يا أبو طالب، انتصفت المسافة. هنا جوائزنا ثمينة في هذا المهرجان. يا سلام نتابع وإياكم، نندفع ننطلق نشاهد المقدمة مع هذه البطلة تحمل الرقم واحد العنود عبد المحسن بن طالب بن عمارة المري مع المركز الأول مع المقدمة هنا بهذا الأداء المتميز وبهذا سجل هذا الشعار. يا سلام يا بن عمارة نارا على علم. المركز الثاني نشوف هنا هماليل محمد بالخزع بن محمد بالقرين العامري على المركز الثاني. المركز الثالث اللي وصلت وهج لصالح بن جابر بن صالح العامري على المركز الثالث. المركز الرابع شعار الدعية هنا في هذه اللحظات، شعار راشد بن محمد الدعية يا سلام مع أبرار على المركز الرابع. المركز الخامس من الجانب الأيمن نشوف اللي حضرت في هذه اللحظات القادمة حضور فهد بن سعيد بن محمد آل بو سعيد الخيارين. المركز الخامس هنا نتابع في هذه اللحظات بلشة سعد بن محمد بن سعيد البريص المري، ولكن نعود إلى المقدمة إلى الصدارة إلى بن عمارة إلى العنود. يا السلام عبد المحسن بن طالب بن عمارة. المركز الثاني أبرار راشد بن محمد بن حمد الدعية، والكيلو المتر الخطير هملولة قادمة عبد الله بن محمد بن عتيق بن جمعة المهيري على المركز الثالث مندفعة ومنطلقة. يا السلام يا هذا الشوط. شوفوا هنا شعار بن شافي قادم مع مقادير سعد بن سعود بن حمود الشافي على المركز الرابع. المركز الخامس يا السلام القدوم الاخر من اللي واصله وحيشه فهيد بن سالم العفرة. يا السلام لكن نعود الى العنود على المركز الاول على المقدمة معانده الجميع العنود مع الصدارة مع المركز الاول، ولكن شوفوا بالعفرة فهيد بن سالم قادم مع وحيشة، ولكن شوفوا ثقة لمحمد بن سالم بن علي بن مكتوم الجنيبي. الله يا السلام هنا بن عمارة يثبت الوجود تحمل الرقم واحد وأداءها المتميز أداء الكبار هنا بهذا الأداء والمستوى اللي تقوم راسه وتنتهي راسه. الله
سلام يا بن عمارة، سلام سلام والتحية والاحترام، ما شاء الله تبارك الله ومشكور يا حمد يا بن طالب، وعليها الرقم واحد وهي في المركز الأول، لا غريبة على هذا الشعار، سلام يا بن عمارة سلام، تهانينا والناموس لانتزاعه لسيارة هذا الشوط. المركز الثاني ثقة لمحمد بن سالم بن علي بن مكتوب الجنيبي، المركز الثالث وحيشة فهيد بن سالم العفرة، المركز الرابع هملولة لعبد الله محمد بن عتيق بن جمعة المهيري، المركز الخامس شفا لعبد الهادي بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري. يا سلام يا سلام يا هذا الشوط، شاهدنا تابعنا هذا الأداء المتميز، هذا الفوز المستحق، تهانينا على هذا الانتصار يا راعي العنود، يا راعي العنود اللي قامت راس وانتهت راس، سلام والتحية والاحترام مع هذا الفوز وهذا الانتصار، تهانينا لمالكها عبد المحسن بن طالب بن عمارة على فوزه في هذا الشوط. هنا أيضا هذا الفوز المستحق، هنا نتابع وإياكم ساعة وصول العنود هنا في هذه اللحظات، وهذه هي إنتاج بحر أم الزبار، تهانينا تهانينا على هذا الفوز، وسلالة بحر هنا من انتصرت في هذا الشوط وحققت الناموس المستحق، تهانينا على هذا. وأيضا لا غريبة على سلالة سياف، يا السلام سياف الرموز، هنا نشاهد في هذه اللحظات أيضا ساعة وصولها إلى خط النهاية، والتوقيت 5:58 61 جزء من الثانية، تهانينا لعبد المحسن بن طالب بن عمارة المري على فوز العنود في هذا الشوط، وتهنيتنا الخاصة إلى حمد بن طالب بن عمارة، تهانينا لهم على هذا الفوز الثنائي المميز هنا بفوز مستحق، بفوز وانتصار في هذا الصباح، تهانينا على هذا الفوز يا العمارة وتحقيقهم لناموس هذا الشوط. المركز الثاني وصلت هنا في هذه اللحظات اللي هي ثقة، وخمس دقائق 59 ثانية 89 جزء من الثانية، تهانينا لمحمد بن سالم بن علي بن مكتوم الجنيبي من فاجأتنا في الأمتار الأخيرة ويستاهل الفوز هنا، ضيفنا أيضا من السلطنة. المركز الثالث هنا في هذه اللحظات اللي هي وحيشة، وتوقيتها 6 دقائق بدون ثواني و53 جزء من الثانية، تهانينا لمالك وحيشة فهيد بن سالم بن فهيد العفرة المري، تهانينا على هذا الناموس وهذا الانتصار الصباحي، شوطنا الثامن وبصوت الزميل عبد العزيز العطوي.